بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضوها اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم من استوديو الطائف. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآيات المباركات في سورة الحديد، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات من أول سورة الحديد، يخبر تعالى عن نفسه أنه خلق السماوات السبع والأرض، أي بطباقها السبع، في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، وهو قادر على أن يخلقها في لحظة، ولكنه سبحانه يريد أن يخبر عباده بالتأني في الأمور وإتقان الشيء، فخلقها في ستة الأيام لحكمة، حكمة عظيمة، في ستة أيام. ثم استوى على العرش. العرش هو أعظم المخلوقات، وهو أعلاها، هو سقف المخلوقات، وهو فوق الجنة، فالجنة أعلاها الفردوس، ووسطها الفردوس، وسقفه أو فوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. استوى عليه، على عليه وارتفع سبحانه، استواء يليق بجلاله، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلاله. وهو غني عن العرش وما دونه، وإنما العرش هو الذي يحتاج إليه، كل المخلوقات تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. ومع استوائه على العرش وعلوه على مخلوقاته، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولهذا قال: يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل فيها، وما يخرج منها، من نبات، ما يلج في الأرض من أموات وغير ذلك، وما فيها من معادن، وما فيها من مخلوقات، وما يخرج منها من النبات والأموات يوم القيامة إذا بعثوا، وما يخرج منها،
وما ينزل من السماء من الملائكة ومن المطر ومن الأوامر الإلهية، وما يعرج فيها أن يصعد إليه سبحانه. هذا دليل على علو الله على خلقه وعلى عرشه، فإن النزول لا يكون إلا من أعلى، والصعود لا يكون إلا إلى أعلى، فهذا أيضا من أدلة علوه فوق مخلوقاته. وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه وهو فوق سماواته، معكم بعلمه وإحاطته واطلاعه عليكم لا تخفون عليه. وهذه معية عامة لجميع المخلوقات، ومعناها الإحاطة والعلم والاطلاع. والنوع الثاني معية خاصة بالمؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال لموسى وهارون عليهما السلام: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، معكما بنصري وتأييدي وحفظكما من فرعون ومن العدو. فهو معهم بحفظه ونصره وإعانته وتوفيقه سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم، أي في أي مكان تكونون، في بر أو بحر أو جو أو أرض أو سماء، فهو معكم بعلمه وإحاطته سبحانه، لا تخفون عليه، مع علوه فوق مخلوقاته، والله بما تعملون بصير، يبصركم ويراكم ويبصر أعمالكم ويعلمها وأيضا يبصرها سبحانه وتعالى. فهذا فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى وإثبات الأسماء والصفات له، ومنها العلو، ومنها الاستواء على العرش، ومنها المعية مع خلقه سبحانه وتعالى، وإثبات العلم له سبحانه، والبصر كسائر صفاته سبحانه وتعالى، مما يجعل المسلم ما يجعله يعظم الله سبحانه ويراقبه ويخاف منه سبحانه وتعالى، أنه لا يخفى عليه شيء من أحواله ولا من عمله ولا من مكانه، فيكون العبد مراقبا لله عز وجل، يخافه ويرجوه ويتجنب المعاصي والمخالفات، لأن الله محيط به وناظر إليه وعالم به سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. نذكر السادة المشاهدين الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة بعد دقائق. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا أصلي العشاء وبعده الشفع والوتر، وأصلي الوتر في ركعة واحدة أقرأ فيها الفاتحة والمعوذات وأسجد، وبعد التشهد أسلم، فهل صلاتي ووتري صحيح؟ نعم، تصلي ما تيسر لك من الليل، مثنى ومثنى مثنى، ركعتين ركعتين، ثم توتر بواحدة، وتقرأ فيها بسورة الإخلاص، وإن قرأت معها
المعوذتين فلا بأس بذلك، بل هذا في زيادة خير. وأما الشفع قبلها، إذا شفعت بركعتين ثم أوترت بواحدة، تقرأ في الركعة الأولى يسبح اسم ربك الأعلى، وتقرأ في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون. هذا هو السنة الثابتة. نعم، معنا عبد الملك من جدة، تفضل عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ صالح وفقكم الله وزادكم علما وفقا. يا شيخ، هذا شاب يحفظ من القرآن بعض الأجزاء، وله سمعة طيبة بين الناس، إذ يتقدم أحيانا ليصلي إماما بالناس، إلا أن هذا الشاب فضيلة الشيخ عنده معاصي في الخلاء، وكثيرا ما يقنطه الشيطان، يقول له أنت ليس لك توبة، فهل مثل هذا توبة فضيلة الشيخ، وكيف يتوب؟ هذا السؤال الأول. طيب، يجاوب الشيخ. نعم، قال صلى الله عليه وسلم كلكم خطأ، خير الخطائين التوابون، وقال سبحانه وتعالى توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فلا يلتفت إلى وساوس الشيطان، ويتوب إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص، والله يتوب على من تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. السؤال الثاني عبد الملك. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. نحن عندنا في العمارة جعل الطابق الأرضي عبارة عن مصلى، فهل لنا أن نصلي فيه جماعة، إذ يبعد المسجد مسافة تقريبا كيلو، 1 كيلومتر؟ شكرا. نعم، صلوا فيه والحمد لله، ما دام المسجد بعيدا عنكم ويشق عليكم الذهاب إليه فصلوا في هذا الدور المهيأ للصلاة. نعم. أبو عبد الله يقول ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر عند عقد النكاح، وهل يكفي شاهد واحد، وكذلك هل لا بد من الكتابة؟ عقد النكاح يتم بالإيجاب الصادر من الولي أو نائبه ووكيله، والقبول الصادر من الزوج أو وكيله، وبشرط أن يكون هناك شاهدان حاضران يشهدان على عقد النكاح، فيتم العقد بالولي الذي يتولى العقد للمرأة، وبالإيجاب والقبول، وبحضور الشاهدين، وبتعيين الزوجين لكل منهما ليعرفه تعيينه. نعم. جزاكم الله خيرا. أم عبد الله تقول ما أوقات الإجابة في الدعاء، وإذا تأخر الفرج في الدعاء هل في ذلك خلل في الداعية فضيلة الشيخ؟ الدعاء يستجاب في كل وقت من ليل أو نهار، ولكن أرجى ما تكون الإجابة في حالة السجود، قال صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وكذلك من أوقات الإجابة آخر الليل وقت السحر، والمستغفرين بالأسحار، لأن يصلي ما تيسر له من صلاة الليل
ويوتر ثم يجلس يستغفر ربه عز وجل. وكذلك من أوقات الإجابة ساعة في يوم الجمعة، ساعة في يوم الجمعة من وافقها وهو يدعو الله عز وجل فإن الله يستجيب له. ومن أسباب الإجابة أيضا الضرورة، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ومن أسباب الإجابة أكل الحلال، تغذي بالحلال. قال صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب لذلك. فعلى المسلم أن يتهيأ للدعاء بأسباب القبول ولا يستعجل ويقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي ثم ييأس، لا يجوز هذا. الله حكيم عليم، قد يؤخر الإجابة لصالح الداعي، قد يؤخرها لصالح الداعي أو يدفع عنه من البلاء مثلها. المهم أنه يدعو ولا ييأس، ويعلم أن الدعاء لا يضيع عند الله عز وجل إذا توفرت شروطه، شروط الإجابة. أيضا من أسباب قبول الدعاء الإخلاص لله، فادعوا الله مخلصين له الدين بأن لا يدعو إلا الله. فالذي يدعو الله ويدعو معه غيره لا يستجاب له، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ويخلص الدعاء لله عز وجل ولا يدعو معه غيره من الأولياء والصالحين والموتى وغير ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. معنا سعيد من أبها، تفضل يا سعيد. لو سمحت يا سعيد تكسر التلفزيون شوي. سعيد الله يسر أمرك. آمين آمين، تفضل. أنا عندي سؤال الله يرضى عليك. تفضل. كنت مريضا في المستشفى وقدموا لي أقرابي عزيمة، وحلفت منها. أنا قلت أنا في وجه الله منها، وغلطة وجاءوا ناس ثانيين ذبيحة عندي وقالوا لازم تأخذها، هل علي شيء؟ يا أخي إذا كنت حلفت على عدم أخذها أو على عدم الأكل من الطعام الوليمة إنك تكفر عن يمينك وتأكل من الطعام والحمد لله، تكفر عن يمينك وتأكل من الطعام، وهذا أحسن من عدم الأكل، لأنك إذا لم تأكل ربما يؤثر هذا في نفوسهم ويكون عندهم نوع توقف في شأنك، فأنت تكفر عن يمينك وتأكل والحمد لله، الأمر ميسر ولله الحمد. تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين كل مسكين ثوب، أو تعتق رقبة إذا تيسرت، 3 أمور مخيرة. فإن لم تجد شيئا من هذه الأمور إنك تصوم 3 أيام، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم، أحسن الله إليكم. أرسل هذا السائل أبو عادل هذا السؤال، يقول هل ورد حديث ما بين منبري وروضتي روضة من رياض الجنة، وما الآداب في زيارة المسجد النبوي؟ نعم، ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة،
فهذه الروضة لها فضل، ويرجى أن يستجاب فيها العمل الصالح أكثر من غيرها. وآداب الزيارة، زيارة المسجد النبوي، أن الإنسان إذا وصل إليه يقدم رجله اليمنى، يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى ويدخل، ثم يصلي ركعتين أو ما تيسر له من الصلاة، لأن الصلاة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة فيما سواه، ثم يذهب إذا كان قادما من سفر، فإنه يذهب وإلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فيسلم على الرسول، يقف مواجها للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإن زاد فقال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن أمته، فهذا شيء حسن أيضا. ثم يتأخر عن يمينه إلى جهة الشرق قليلا، فيكون في مواجهة أبي بكر الصديق، فيقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر قليلا عن يمينه، ويكون في مواجهة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف هكذا. وإذا خرج من المسجد، وإن جلس في المسجد النبوي يقرأ القرآن ويصلي النوافل ويصلي أيضا الصلوات المفروضة إذا أقيمت، هذا أفضل. وإذا خرج يقدم رجله اليسرى ويقول مثل ما قاله عند الدخول، إلا أنه بدل أن يقول وافتح لي أبواب رحمتك يقول وافتح لي أبواب فضلك. نعم، جزاكم الله خيرا. ماهر من جدة، تفضل يا ماهر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا طيب؟ تفضل سؤال يا ماهر. حياكم الله. أمي، السؤال يقول أمي 14 أبناء جيراننا، 4 رضعات، الرضعة الأولى مص من الثدي مصاب ثم فك الثدي، والرابع الثامن نفس المصطات، والرابع السادة مثلها، والرابع الرابع مثلها، فهل هو أخونا الآن من الرضاعة ولا مو أخونا؟ إذا كان رضع منها 5 رضعات يعني مصات، كل مصة ينزل عليه لبن ويبتلعه ثم يترك الثدي ثم يعود إليه ويمصه مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، في كل مرة يمتص اللبن، فإن هذا رضاع كامل إذا كان في الحولين، إذا كان هذا الرضاع في الحولين، فتكون المرضعة أما له، ويكون أولادها إخوة له من الرضاع. نعم، أحسن الله إليكم. هذا أبو علي يقول أنا أعاني من الإغماء لأن عندي سكر مرتفع، وخصوصا يا فضيلة الشيخ إذا أردت لي صلاة الجمعة وأردت أن أبكر، فأنا لا أستطيع وآتي بعد فراغ الخطيب من الخطبة، هل أؤجر وفي نيتي التبكير؟ لا يا أخي، تأتي عند بداية الخطبة، لأن استماع الخطبة مطلوب، فتأتي عند بداية الخطبة، وإذا أقيمت الصلاة تصلي معهم ثم تنصرف. نعم، جزاك الله خير. فضيلة الشيخ يسأل عن صيام شعبان كاملا، يقول من عادتنا على مدى سنوات أننا نصوم أنا وأهل بيتي هذا الشهر
كاملا ثم يأتي رمضان فنبدأ به؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصومه كاملا، وإنما كان يكثر من الصيام فيه ولكنه لا يستكمله، ما صام شهرا كاملا إلا في رمضان كما في الحديث. فأنتم على خير إن شاء الله، ولكن استكمال الشهر بالصيام هذا غير مخالف للسنة. نعم. أبو نواف من الرياض، تفضل أبو نواف. أكسر التلفزيون أبو نواف، أكسر التلفزيون شوي. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. تفضل. جزاك الله بالخير يا شيخ صالح. تفضل. جزاك الله بالخير. أحسن الله إليك. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يا شيخ، وفيك إني عزمت لي مجموعة أشخاص عند العشاء، طلبت على واحد منهم أن يتعشى معنا وأنا ذبحت الذبيحة، وأنا طلبت عليه أنه يتعشى فما تعشى معي من هذا العشاء. السؤال الثاني بارك لحظة الله لحظة لحظة يا أبو نواف، يجاوب الشيخ، انتظر. الطلاق لازم تراجع المحكمة، لازم تراجع القاضي في المحكمة أو الإفتاء في الطائف، وإن شاء الله تجد الجواب. نعم. طيب السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني، عزمت عند رجال وطلبت إني ما أتعشى وذبح الذبيحة وأكلت منها، هذا مثل الأول يا أخي، تراجع المحكمة أو طيب. أو الإفتاء عن الطلاق الذي حصل منك. نعم. فضيلة الشيخ، أود يعني من هذا المنبر وننصحك أيها السائل، ننصحك أن لا يكون الطلاق دائم على لسانك، لا تتخذ الطلاق دائما على لسانك تحلف به، كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. جزاكم الله خير. ما حكم صلاة المقيم مع المسافر لأجل إدراك الجماعة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، لا بأس، يصلي المقيم خلف المسافر الذي يقصر الصلاة، لكن المقيم يتم الصلاة، إذا سلم الإمام يقوم ويكمل صلاته، فقد حصل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فإنهم صلوا خلفه وقال صلى الله عليه وسلم: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا علي من اليمن يقول: أنا حافظ للمصحف كاملا ولله الحمد، ولكن يا شيخ صالح عندما أقرأ القرآن لا أستوعب، وعندما أسمعه من غيري يحصل لي خشوع، ولو كان القاري لم يحسن الصوت، ماذا أفعل وهل أؤجر على ذلك؟ تفعل الأمرين، تقرأ القرآن بنفسك وهذا أفضل، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وتستمع كذلك لغيرك، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. فيصل من الباحة، تفضل يا فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير. عندي سؤالين بعد إذنك إذا تفضل. تفضل. الله بالخير. السؤال الأول، إذا كان الإمام لحقت الإمام في الركعة الأخيرة وجلس للتشهد الأخير، فأنا هنا لحقت معها ركعة الأخيرة وجلست لا للتشهد الأول ولا للتشهد الأخير في صلاتي أنا، فش الوضع في هنا؟ طيب يجاوب الشيخ. السؤال الثاني، تجلس معه وتقرأ تجلس معه وتقرأ التشهد الأول، تقرأ التشهد الأول، وإن استكملت التشهد الأخير معه فلا بأس، فإذا سلم تقوم وتأتي بما فاتك. نعم. السؤال الثاني فيصل.
السؤال الثاني، إذا كان الإنسان في بالغيبة وكانت في نية أن يغتاب ولكن مسك حبس لسانه، فهل يتجازى على غيبته حتى ولو غير لم يظهرها؟ والله يا أخي الغيبة محرمة، قد نهى الله عنها، قال جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا، قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، فعليك التوبة إلى الله وتطلب المسامحة، تطلب المسامحة ممن اغتبته، لأن هذا حق له، إلا إن كنت تخشى أنه يتكدر عليك ويزيد بغضا لك، فإنك بدل أن تخبره تثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها وتدعو له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم التسخط إذا نزل بالشخص مصيبة كموت ولد أو احتراق بيت أو غيره؟ هذا من أمور الجاهلية، تسخط عند المصائب وتسخط للقدر، هذا من أمور الجاهلية، والمسلم مأمور بالصبر عند المصائب، الله جل وعلا وعد الصابرين عند المصائب بالأجر العظيم، والذين إذا أصابتهم مصيبة، والذين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمسلم يصبر على المصائب ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأيضا يتنبه لنفسه، يتوب من الذنوب، يعلم أن ما أصابه إنما هو بذنوبه، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. نعم. أبو عبد الله معنا على الخط، فضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. بسألين طالبك. تفضل. السؤال الأول، طال عندك حجيت قبل سنتين ورميت الجمرات الساعة 11 ظهرا، الساعة 11 ما دخل وقت الظهر، رميتها قبل دخول وقت الظهر، رمي الجمرات بعد زوال الشمس ودخول وقت الظهر، فإذا كنت رميتها قبل هذا ولم تعد الرمي فيكون عليك فدية، تذبح فدية في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، طال عندك محط طواف الإفاضة. نعم. عاد السؤال. ما أخذت طواف الإفاضة اللي هو معشرة. ما طفت للإفاضة أبدا؟ ما أخذت والله، لأني حصلت والله شيوخ وغفتوني، قالوا خلاص أخذت طواف القدوم خلاص ما يلزمك طواف الإفاضة. يعني ما طفت للإفاضة؟ ما طفت مرة. نعم؟ ما طفت. إيه لازم تطوف طواف الإفاضة، ما تم حجك حتى تطوف للإفاضة، ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، لأنه باقي في ذمتك ولا تم حجك إلا لا يتم إلا به، ركن من أركان الحج. نعم. أحسن الله إليكم، بماذا يحصل صلة الرحم؟ وهل يكفي التليفون يا شيخ لصلة عماتي وخالاتي دون زيارتهم؟ صلة الرحم تحصل بزيارتهم، وتحصل بالهدية إليهم والإحسان إليهم، وتحصل بالاتصال بهم في التلفون أو الجوال أو غير ذلك.
كله من صلة الرحم، ولكن كونك تذهب إليهم وتجلس معهم هذا أفضل وأتم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ صالح. هذا سائل يدرس في الكلية، كلية الشريعة، يقول رمز لاسمه بألف ألف، يقول ما توجيه فضيلة الشيخ العلامة الصالح الفوزان لمن لم يحب دراسة العقيدة خصوصا مسألة القدر خوفا من الزلل؟ لا، هذا وسواس من الشيطان، يدرس العقيدة بأركانها، والإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الذي لا يؤمن بالقدر لا يصح إيمانه حتى يؤمن بالقضاء والقدر، أنه من الله عز وجل، ويصبر على ما أصابه، يعلم أن ما أصابه فإنما هو بقضاء الله وقدره فيصبر. نعم. فضيلة الشيخ، دائما الوساوس يعني ترتاد هؤلاء الذين يتبحرون في دراسة العلم الشرعي، تأتيهم الوساوس، كيف يعالجون ذلك مأجورين؟ لا أبدا، اللي يتبحرون في العلم الشرعي ما تأتيهم الوساوس، لأنهم يعرفون التخلص منها. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فهم يعرفون التخلص من الوساوس. وإنما هذا يكون إما عند إنسان جاهل أو إنسان ضعيف الإيمان أو غير ذلك، ولكن باب التوبة مفتوح والاستغفار مفتوح والحمد لله. نعم. هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب على الإنسان قبل خلقه؟ الدعاء مما كتب على الإنسان، كتب الله أنه يدعوه، هو من القضاء والقدر، هو لا يعارض القضاء والقدر، إنما هو منه. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا يستفسر منكم ويسأل الشيخ صالح: ما أبرز كتب التفسير التي نقرأ فيها ونستفيد منها وتكون مأمونة؟ كتب التفسير القديمة أوثق من غيرها، كتفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، هذه أوثق التفاسير، فيقرأ الإنسان فيها ويستفيد منها. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الشفاعة وعن أقسامها وما مصدرها، مأجورين؟ الشفاعة هي الوساطة في الخير، يقولون هي طلب الخير للغير، وهي على قسمين: شفاعة عند الله، وهذه لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان وأهل الإسلام. أما الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما النوع الثاني فهو الشفاعة عند الخلق في قضاء حوائج الناس من هي عنده، وهذه شفاعة تكون شفاعة حسنة وتكون شفاعة سيئة. إذا كانت في الخير والنفع من غير إضرار بأحد فإنها شفاعة حسنة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. أما إن كانت شفاعة في أمور محرمة كالشفاعة لإسقاط حد من الحدود، أو الشفاعة في تقديم أحد على أحد من المستحقين، فهذه لا تجوز، هذه شفاعة سيئة، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. نعم. طيب، أبو عبد الله معنا على الخط، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ جزاك الله خير، اللي يدخن يجوز يصلي بنا إمام؟ يصلي بكم غيره من الحاضرين أحسن منه. نعم.
أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أنا أعمل بتجارة التقسيط، فكيف يتم إخراج زكاة تجارة التقسيط مأجورين؟ تجارة التقسيط مثل غيرها من أنواع التجارة، النقود يخرج ربع العشر منها 2.5%، والبضائع يقومها على رأس الحول على قيمتها، إذا مضى الحول على قيمتها يقومها بما تساوي ثم يخرج ربع العشر، والدين يزكيه سواء كان بأجل واحد أو بأقساط، أيضا يزكيه مع المال الذي عنده، يضمه إلى المال الذي عنده ويخرج الزكاة عن الجميع لأنه ملكه. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للحج، إذا كان الإنسان لم يستطع أن يؤدي الحج لمرض لازمه سنوات، هل يوكل من يحج عنه ويعطيه بعض الأجرة؟ إذا كان الحج فريضة وهو يعني يغلب على ظنه أنه ما يستطيع مطلقا ولا في المستقبل، يعني يكون عاجزا أو عاجزا عجزا لا يتمكن معه من السفر، أو يكون كبير السن هرما، فإنه يوكل من يحج عنه بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه أولا. وأما الأخذ إذا كان قصد النائب المال فإنه لا حج له، أما إن كان قصده الحج والعبادة ويأخذ المال ليستعين به على العبادة فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هذه الأخت مدرسة أرسلت بهذا السؤال، تقول أنا ميسورة الحال، أنا وزوجي ولي أخ ولكنه موظف ويريد أن يتزوج شاب في 25، هل أعطيه من زكاة مالي؟ أنا أخته. أي نعم، إذا كان أنه يتزوج وهو محتاج إلى الزواج وليس عنده ما يكمل له تكاليف الزواج فلا بأس أن تساعديه من الزكاة، لأن الزواج من الضروريات. نعم. هؤلاء تقول، هذا السائل يقول، أبو محمد، شباب يصلون ويلبسون الثياب وتحت هذه الثياب سراويل قصيرة لا تتجاوز منتصف الفخذ، فما حكم الصلاة لهؤلاء؟ إذا كانت الثياب ساترة ولا يرى من ورائها شيء من البشرة من السرة فما فوق، كانت ساترة الثياب تكفي حتى لو ما كان عليه سروال، إذا كان الثوب ساترا فلا اعتبار للسراويل، أما إذا كان الثوب شفافا والسروال قصيرا ينحسر عن الركبتين فهذا لا تصح صلاته، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم عند كل صلاة. نعم. يقول السائل أبو خالد، أخذنا عمرة أنا وأختي وأهلي في الشهر الماضي، ولكن أختي كانت تلبس النقاب أثناء طوافها وحتى انتهاء عمرتها. إذا كانت جاهلة ولم تعلم فليس عليها شيء، أما إذا كانت تعلم أن النقاب لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة، يعني المحرمة، إذا كانت تعلم أنه لا يجوز وتعمدت لبسه فإن عليها الفدية، وهي ذبح شاة في مكة توزيعها على الفقراء، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو صيام 3 أيام، مخيرة. نعم. أبو خالد من جدة، تفضل أبو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام.
أنا أود أسأل الشيخ عن السنة الرواتب كم عددها ومتى وقتها؟ الأول سؤال. طيب يجاوب الشيخ. السنن الرواتب ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكد الرواتب. نعم. خالد السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا في جدة وأذهب إلى قرية التي تبعد حوالي 100 كيلو عن جدة، وأعود بعد ذلك بعد ساعات، هل أشمن القصر الرباعية؟ نعم، إذا كان المسافة من خارج جدة، إذا خرجت من البنيان يبقى 80 كيلو فأكثر، فإنك تقصر الصلاة في الطريق ذهابا وإيابا، وكذلك في مكان العمل إذا كنت سترجع قريبا لا بأس أن تجمع وتقصر لأنك مسافر. نعم. السؤال الثالث أبو خالد. شكرا لك. شكرا، بارك الله فيك. السائلة أم سعاد تقول: الشيخ، إذا أحبت المرأة عالما لفضله وعلمه وزهده هل تخبره بذلك؟ نعم نعم، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من يحب أخا من أخوانه أنه يخبره بذلك. نعم. شخص صلى في ثياب، هذا مستحب. نعم. رجل صلى في ثياب نجسة عدة صلوات وهو لا يعلم، كيف يصليها؟ هل تأتي مرتبة؟ إذا كان صلى في ثياب نجسة وهو لا يعلم حتى فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة وليس عليه شيء والحمد لله. نعم. هذا سائل فضيلة الشيخ مقيم بالرياض يسأل عن حكم الصلاة فوق سطح الحمام وحكم الصلاة فوق سطح مجامع الفضلات وغير ذلك. لا بأس بذلك ما دام السطح طاهرا، لا بأس بذلك، مثل لو فرشت على أرض فيها نجاسة وصليت صلاتك صحيحة. نعم. هذا السائل يا شيخ يسأل عن الحكم في من يمشون بأحذيتهم في المقبرة، وما الآداب في دخولها مأجورين؟ إذا احتاجوا إلى لبس النعال في المقبرة لحرارة الشمس أو لشوك أو تضرر فلا بأس، لكن لا يطأون على القبور، يكونون من بين القبور أو مع طرق معدة للناس، أما القبور فلا يجوز أن يطأ عليها لا بالنعال ولا بغيرها ولا أن يقعد عليها. نعم. نأخذ الاتصال الأخير. وأما زيارة القبور، زيارة القبور فإنه إذا وصل إلى المقبرة يسلم على جميع الأموات فيقول: السلام عليكم يا أهل القبور ورحمة الله وبركاته، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، أنتم سلفنا ونحن في الأثر. ثم يذهب إلى القبر الذي يريد زيارته فيقف عنده ويسلم عليه ويدعو له ثم ينصرف. نعم. نأخذ الاتصال الأخير. منصور، تفضل يا منصور. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ طال عمرك. تفضل. السلام. سؤالي للشيخ، طال عمرك. تفضل. أنا عندي شو اسمه يا شيخ، ما يجزاك خير، عندي الجلد اللي تحت البويضات دائما عندي حساسية فيه وألمسه بيدي أدهنة، وأنا دائما أكون متوضي وعلى ان الوضوء مشقة عليه، هل ينقض الوضوء هذا طال عمرك؟ نعم، اذا لبست الذكر، اذا لمست الذكر مباشرة من غير حائل فانه ينتقض وضوءك، فاذا احتجت الى ذلك اجعل على يدك حائل بان تلبس عليها جوارب او تلفها بخرقة او ما اشبه ذلك تعالج الذي فيك الذكر وما حوله. نعم.
يتصل به. نعم أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بهذه الفقرة. فضيلة الشيخ يقول: صليت وتبين بعد صلاتي بأنني علي حدثا يوجب الغسل. صلاتك غير صحيحة فتغتسل ثم تصلي. نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية على هذه الإجابات الموفقة والمسددة والمبنية على الكتاب والسنة. جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم ورفع ذكركم في الدارين. أيضا الحقيقة أشكر زملائي في استوديو الطائف الذين استقبلوا الشيخ وهيأوا له هذا اللقاء مع الإخوة والأخوات في هذا البرنامج المبارك، كما أشكر زملائي معي في استوديو الرياض من الفنيين والمصورين والمخرجين، وهذا زميلي مخرج هذه الحلقة ناصر القمي. يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعمرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.